غنصور لكم واحد الفيديو يعني من الحديقة المنزل ديالنا. كيف ما كتعرفوا اخوتي اخواتاتي، حنا هنا على حسب هاد المشكل اللي واقع عندنا هنا في ايطالي على حسب هاد الوباء ديال كورونا. حنا يعني تنضلوا في الجردة، يعني في الحديقة ديال الدار عندنا، كنغيروا الجو يعني حنا والوليدات ديالنا والعائلة ديالنا الصغيرة والكبيرة. ايوا غدا نوريكم يعني المنظر الطبيعي ديالنا في الجردة ديالنا. هنا كاين عندنا الفلاحة، عندنا كل شيء، عندنا حتى الدجاج. وهنا غدا نديرو واحد الغديوة، خليكم معايا خوتي. ها هو هنايا هنا الفول، هنا هذا هنايا السالمية. غدا كيف ما كتشوفوا هذا هنايا الخرشف، الخرشف راه معروف. كاين هنايا السلطة، وكاين هنايا هذا ليشو. هذه التومة خوتي، هذه التومة كيف ما كتشوفوا. ها شوفوا هنايا الدجاج راه حنا عندنا في الجردة، يعني كنزرعوا هذا الشيء بيدينا، وهذا الشيء طبيعي 100%. هذه هنايا هذه البرقوق، هذا البرقوق يلا سيدي كيف ما كتشوفوا يعني النواره ديالتو. هما الدجيجات سارحين، الحمد لله كلشي طبيعي، كلشي طبيعي، كلشي بيو، كلشي بدون جلوتين. غنوريكم اخوتي هنايا هذا هنايا حب رشاد، وهنا هذا هنايا هذا البروكولي. هي الكوكوت كيف ما كتشوفوا خوتي، والمنظر الطبيعي كيف ما كتشوفوا. كلشي سارح، كلشي طبيعي، كلشي مزيان، الحمد لله والشكر لله، نعمة من عند الله سبحانه وتعالى. غنوريكم اخوتي هذا كيف ما قلت لكم الخرشف هنايا، وغدا نوريكم الفول. غيبقاو معايا، ها هو الفول كيف ما كتشوفوا، ها هو كيف هما، ها هو يلاه كيدير في المزودات ديالو. ايوا نوريكم اخوتي هذا الشيء من قلب الحدث، مطيب اليوم التقليه. ما تقولوش بايطاليا راه ما فيهاش التقليه، كلشي موجود الحمد لله، الخير موجود. ايوا سمحوا لينا لا شهيناكم، بصحتكم تانتوما غداتكم بالصحة والراحة بالشفاء إن شاء الله. نكمل معكم إن شاء الله الفيديو، ونصور لكم حتى الخضرة اللي مازال عندنا اللي ما صورتهاش لكم، بصحتكم غدا. أيوا كيف ما كتشوفوا قالك ما تخرجوش من ديوركم، احنا في ديورنا. أنا هبطة اليوم دابا الصوينية، غادي نعمر واحد البراد ديال أتاي إن شاء الله، خليكم معنا. انا وصلت اخوتي للجردة كيف ما كتشوفوا، هاد الدجاج ها هو سارح. يلا حنا غنعمر واحد براد اتاي مشحر، اتاي مغربي بالاعشاب. هاد الدجيجات باقيين سارحين، ها هو المقيريج، ها هو يا ايوا الصوينيه، ها هي المقرج، ها هو مازال تيطيب. دابا غادي ناكلو شويه هذا الخوخ، هذا مصوب في الدار ان شاء الله، غيوجد ان شاء الله الخوخ، ونوليكم نوريكم ان شاء الله الطريقه تيصوبوا الاب ديال الزوج ديالي، غيصوبوا ان شاء الله في اقرب فرصه، غير يوجد وان شاء الله وانا معاكم. ها هو الخوخ، غادي نحطو هذا الفروي هنايا. هذا خوخ طبيعي الصراحه، كيجي رائع. تنس نديرو الخوخ، وكنديرو على حسب الفاكهه اللي كتكون واجده، مره البعويد، الخوخ، البرقوق، سميتو حب الملوك، حتى هو الصراحه كيجي حتى هو رائع. سمحوا لينا لا شهيناكم. كرموز، حتى الكرموز حتى هويا، حتى
قال لي دابا الاب الزوج ديالي اللحمه ديالي، قال لي راه كيديروا حتى الكرموسه هو، حيت مازال انا ما عمري الصراحه ضقت الكرموس هكا يعني مرقد، وكيدير عاوتاني كوفيتير عاوتاني. ان شاء الله نحط لكم ان شاء الله، غير وجدي ان شاء الله ونحط لكم الوصفات ديالو ان شاء الله الرحمن الرحيم. الصراحه كيجي رائع، كيجي لذيذ. بالنسبه لهاد يعني بحال هاد الانواع ديال هاد الفروه اللي كتكون هكا مرقده، ممكن نديروها حتى في الطورطات، علاش لا، الصراحه كتجي رائعه وكتجي لذيذه. كما كتشوفوا هنايا هذا السير، وهذا بقى هنا ديال القهوه تكفح ماشي مشكل. كيف ما كتشوفوا هذا السير، وهذا السير يعني نسقيوه يعني الكيك، والفاكهه راه غادي نزينوا بها يعني الحاجه اللي بغينا، الطورطات يعني اي حاجه، لي غاطو كلاصي اي حاجه، حتى حاجه ما كتضيع. ايوا ها الدجاجات هما سارحين، هما سارحين. ها المقراج هو طاب، نعمرو حدكم. ها انتم كيف ما كتشوفوا هذيك الدجاجه دايره على هذاك المكور، ولا كيف ما تنقولوا ليه الملفوف، كنغطيو على حسب باش ما ياكلوش. ها انتم كيف ما كتشوفوا هكا تيتعتق. دابا انا غادي نرجع الغطا ديالو، حيت الدجاج دابا بحال هاد الوقيته دائما كنخرجوه يعني على برا كيسرح. نوريكم وحده اخرى كيف ما كتشوفوا، هاي الدجاجه بغات نقبر بيع. هذا العود هنايا باش كنسخنو، هذه هنايا، هذه هنايا جلبانه كيف ما كتشوفوا، حنا مديرين لها هكا العواد يعني موقفينها باش من تطلع باش تطلع مقاده. كما كتشوفوا هنايا هذا هنا القزبر، يلا مازال ما طالعش بزاف. وهنا النعناع، هذه هنا العشبه اللي كنعمر بها اتاي، مرددتوش السالميه، هذا مرددتوش، هذه السالميه هنايا، وهذا هنايا، هذا هنا الزعتر حتى هو كنعمرو بها اتاي، يعني جميع الاحتياجات. هذه هنا الشيبه، هذه هنا هذيك الفاكهه ديال توت الارض، مازال يلاه بدات تطلع. هذا الزيتون هنايا، انا نوريكم هنايا هذا الزيتون هنايا، هنا الخرشف الصراحه كيجي رائع. هذه هنا الكرمه ديال الكرموس، هذه هنا البصله، هذه البصله هنايا، وهذا الفول كيف ما كتشوفوا، نديري ليه الشبكه ضروري ضروري الشبكه. حتى هذه الكرمه ديال الكرموس، يعني كل حاجه تتنوض يعني بالوقت ديالها. نكملوا دابا الفيديو، نعمروا برا تاع اتاي، نقطع شويه الزعتر باش نعمر به اتاي، وغادي نقطعو تا هكا نعينيعات واحد شويه حيت مازال ما طلعش بزاف، غير كل وحيده من البلاصه. صافي نقطع واحد شويه عاوتاني من هنا، اي وحيده وحيده. هذا النعناع كيف ما كتشوفوا، هو الدجاج كياكل في الباستا، هذه هي ماكلته، يعني الوقت اللي كياكل الباستا، وكنعطيو عاوتاني الزرع والقمح، يعني كنخلطوا ليهم كل مره شنو كياكلوا. ايوا كيف ما كتشوفوا الهواء نقي والدنيا زوينه، واحد الدجاجه فين طلعات كتاكل. ايوا حنا مع هاد الفيروس ديال كورونا ومع هاد الوباء، قالنا بقاو في ديوركم، احنا جالسين في ديورنا، الوقت اللي تنقنطو كنخرجوا من الدار وكنجيو للجرده ديالتنا اللي تحت من الدار.
الدار ديالنا ها هي، هي هادي، هادي دارنا. ايوا مرحبا بكم، اللي بغى يجي مرحبا والف مرحبا. هذا هنايا حب رشاد، هذا مغروس هنايا، هو داك اليازير. ايوا شوفوا الخوخه، هذا الخوخ اللي كلينا دابا. ايوا راه ديال الشجر ديالو، هذا الخوخ البلدي، هذا الشجر ديالتو. ايوا تبدا تنور ان شاء الله، هيا منوره دابا، غير تبدا تعطي ان شاء الله الغله ديالها، ونوريكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. ايوا حنا غنعمر دابا واحد البريغي تاع اتاي. ايوا دابا غادي نعمرو، ومن بعد غادي نديرو هاد الشحر، ونديرو الأعشاب، ونديرو النعناع. ايوا انا قلت اللهم ندير كلشي، يعني في البراد كلشي مجموع. ايوا نديرو دابا يتشحح البريري تاعنا. هذا راه مسوس، هذا البراد الكبير، والبراد الاخر حلو. ايوا نزيدو عويدات لتحت باش يتشحر اتاي مزيان. ها هو البراد تاع اتاي يتشحر. البراد تاع اتاي بالاعشاب، جا على مزيناتها بالكشكوشه. ايوا كنتمناكم تشوفوا الفيديو حتى الاخير، وتدعموا القناه شيوات ام ادم بدون جلوتين، وتشوفوا الفيديو كيف ما قلت لكم، وتعملوا اشتراك بتفعيل الجرس واللايك، وما تنساونيش من تعليق في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.